السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الـ LOD Specification اللي صدر في 2018 سبتمبر 2018 وزيادات عن 2017. هتلاقي تبع موقع binform.org وهتلاقي الرابط أسفل الفيديو. ودي تبع الـ Building Smart ودي منظمة غير هادفة للربح متكونة من الشركات اللي شغالة في مجال بيم بحيث إنها توجد صيغة مشتركة بين البرامج المختلفة زي ريفت أركيد تكلا وهكذا. فتقدر تحمل الإصدار الأول أهوت. الإصدار هو عبارة عن جزئين. الجزء الأول بيتكلم على ال LOD بيمسك مثلا أي جزء من الأجزاء يقول لك لو أنت هتعمله 100 هيبقى بشكل فلاني، لو هتعمله 200 يبقى بشكل فلاني، 300 بشكل فلاني، 400 بشكل فلاني، 100 يبقى أنت بس إيه بتحط الشكل من غير ما تدخل في التفاصيل خالص. ممكن في بعض الحاجات ما تحطش الشكل من غير بس تبقى عارف ان في هنا مثلا عمود من غير مقاسات. اللي ودي 200 بتبدا تحط المقاسات، 300 بتبدا تدخل بعض التفاصيل بتختلف من عنصر لاخر، 400 بتقدر تقول هيتركب ازاي، 500 بتعمل الاسبلت. الجديد هتلاقي هنا في صفحه 11 بيتكلم الاسكليتور ما كانش موجود قبل كده الضاف وبعض الاتريبيوت تابس البسيطه اللي اتضافت. وهتلاقي في جدول اكسل بشكل دوت بيمسك لك كل العناصر. هنا اليونيفورمات ليفل بيبدا اول حاجه ايه ده اللي هو الحاجه الاساسيه اللي هو مثلا بنتكلم على كل السبستراكشر تمام. بينقسم طبعا لكذا حاجه. الفاونديشن هيبقى ايه 10، الحاجات اللي تندرج تحت الفاونديشن هتبقى ايه 10 10 ايه 10 10 20 وهكذا. يعني الاتريبيوت ده مجرد بس لتنظيم العناصر ديت. وبعد كده بيبدا بقى يقول لي ال LOD يعني في التسليم ده هتسلمك 100 200 300. ال MEA انهي شركه المسؤوله عن الموديل العنصر دوت، لان ممكن يكون في شركات كتيره شغاله في المشروع فهنا بيحدد انهي شركه المسؤوله عنه وتقدر تكتب ملحوظات. فده اللي موجود في ال LOD 2018 وصدر في سبتمبر.